هي فرصة كاملة للفرح، وأي بهجة يمكن أن يماثلها حماس تشجيع الكرة الساحرة، اللعبة الأكثر شعبية في العالم. فكيف إذا كان في محافظة مأرب؟ في هذه المدينة نظم دوري رياضي بمشاركة 12 ناديا رياضيا على مدى شهر كامل، تنافست فيه الفرق على ملعب يغيب فيه العشب الأخضر رمز الملاعب في العالم، ليحضر التراب بديلا عنه. لكن هذا لم يمنع تشجيع المواهب في هذه اللعبة الجماهيرية ولا نشر فرحة كرة القدم بين أبناء المحافظة لتطبيع الحياة فيها. وصل لمباراة النهائية التي تقام على هذا الإستاد الرياضي والذي حضرته جماهير للتشجيع فريقان، الأول وباللون الأبيض نادي الأبطال، والآخر باللون الأحمر نادي الوطن، ليفوز هذا الأخير بهدفين نظيفين ويتوج باللقب. ربما لا يبدو هذا الحدث الكروي كبيراً، لكنه ومع غياب الاهتمام بهذه الرياضة الشعبية وظروف البلاد المتدهورة أصلاً، يبقى متنفساً لقليل من مظاهر الترفيه عن النفس في محافظة مأرب.